ليخدع بلاده في الأمر البسيط يخدعها في الأمر الكبير، ليخدع بلاده في الأمر البسيط الصغير هي تأكد باللي يخدع بلاده في الأمر الكبير، ليخدع خطرة يخدع زوج ويخدع ثلاثة ويخدع عشرة وكلش. والله يا سيد الولي حشمتك بالشهداء، راجيت بالمنوفمبر حشمتك بالشهداء بالرجال اللي ماتوا، حشمتك بذل الشعب مقهور، حشمتك بكل شيء تأمن. هذا الميساج نفوتوه للسيد والي سعيدة، نروح نخبرك اشتصر بينا يا سيد الوالي. في 2018 خرجنا في البرامج تاع الاف سي سي، خرجت لنا بيسين وقاعات نشاطات، يعني من تابعين للشبيبه والرياضه. يا خويا فرحنا، جا الوزير حطاب ذاك الوقت في 2018، جا الوزير حطاب وجمعها دي جي ياسر كمي باركي وجمع سيف الاسلام الوالي القلوز الخلود الدرير حي الدبر كمولا بعدو، رانا جبنا لكم زوج تاع البروجيت. قلنا الحمد لله يا ربي راهم دارونا يعني بيسي للولادي عموره، خاطرك تعرف حنا ما عندنا لا بحر لا واد لا حي الاول، بيسين فرحنا بها. قعدت نقرعوا ذاك البيسين، حطونا واحد السطاف حطوه لنا، ايا وقعدوا دايرين ذاك العرض تاعهم، ايا وقاعدين الاشغال هاكي داير الوجه تاعها فايده حيه تاع شروحات حيه. ايا قال لك اودي ذا البروجي الله اعلم 18 شهر ولا 24 شهر ولا، قال لك تكونوا تعوموا. ايا قلنا الحمد لله، هاك تعرفنا احنا شعب بسيط فرحانين. 2018 فاتت، جا 2019، جا الحراك طار حطاب، كان الوزير الاول راح بدوي، سلال راح ويحيى راح، بوتفليقه الله يرحمه مات، زادت تبدلت الحياه كاع، جا رئيس جديد حكومه جديده كل شيء، عاودت البرلمان البلديات، شوف الحقبه هذيك سي حيه. اجروا المجتمع، ظهرت المجتمع المدني، المرصد الوطني، جروها الجزائر، ها دولتكم، ها نوضوها، بلغوا. اي بغينا نديروا تذكير للبيسين، ما صرفينا على البيسين هذه. غادي نهضر لكم كيما هكاك باش تفهموني سيد الولي، غادي نهضر لك كيما هكاك واعذرني لاني نهضر بالطريقه الله غالب. اي قعدنا نقالوا للبيسين في يوم ما 2021 دايرين الروطار، داير الروطار عام وحاشاول، قال لك اودي بنت شنو لا بيسين هوت كي الناس زعما ناشطين في المجتمع المدني، راني نقول زعما بحال انا التاريخ في المجتمع المدني بحال نلعبها خطرات ناشط. روحت نشوف البيسين وانا ما لقيت لا غاز لا ما لا تريسينتي لا اكليف، خاوي البيسين مش عامله اكليف يا تلو راكم بات دشنون هذه غير هاك. قال لك لا منا وتظاهره الوطنيه ولا ما عرفت هي هذيك احداث اكتوبر 2021 ولا، واللي قلنا نبانوا باللي راه عندنا مشاريع وبعد شنو خويا. قلت لهم والله ما تفوت هذا، روحت بحالي ما نقول لك بالمثل، روحت درت فيديو في الفيس قلت لهم بودي هذا الشيء ما يصلحش. أما معيط للدي جي اس قلت له هذا الشيء ما يصلحش، القاعه مش واجده بهذا الشم، وعليه نرتا يعني كمجتمع احنا وكرياضيين ان صح القول انها ما تدشنش هذا الله. قعدنا نعيطو نديرو، كاين بزاف اللي ما كانوش موافقين كيفاش الليلة قد الشم، مسؤولين محليين يعني في الجهاز التنفيذي ما بغاوش كيفاش راك دير كيفاش هي. قال لك انيلي كانوا اللي يرجيو الجماعه كاع كتبوا، قال لك اودي بلي راه كاين استياء ما تفوتش. ايا قلت الحمد لله، يعاودوا لنا ضربه في فيفري، لا انت شنو هنديرو يا ودي، راه ما فيها والو، ما فيها لي ليكيب ولا حي، مازال البيسين ما عملت ما على بالناش، حنا راه كاين من بعد هاك تشوفوا انا ما على بالناش يا ودي كيف دش نهار ما فيهاش لي كيف ما جابوش. قال لك سوف هذوك المصطلحات الادبيه هكذا من نام الهيتينا، دخلنا واحد المدير قاعدين اي وقفنا كمجتمع مدني قلنا ودي هذا الحياه ما فيهاش. شاءت الاقدار انه راح سعيود الوالي تاع سعيده جا من وراه بالجودي فاني هذا فاني قعدوا جا وناس سانجوي. قال لك اودي شنو هاي لو كان فيها اي روحنا فني البيسي لقيناها ما كانش هي. من بعد قال لك اودي نعمروها بالماء، راحوا جابوا سيتيرنات عمروها، ومن بعد قال لهم الوالد يدروا لها اللاري تاع الماء، جابوا لها حتى يواد قاعد يعمروا. فمن بعد اودي روحنا تفاجات، لقيت مشي بيسين، لقيت كاسكاس داك اللي يفوروا فيه الطعام كاسكاس، وقاعده تشيل الماء من تحت عامره ما يا ودي الحي شتايا.
هي صورنا وناظرنا احنا ناظر لابيوي ناظر دي بي تي المجلس المحلية فايدة الغبراء الطير نصلوا فطوات وفيديوهات ان بارتاجي ويخرج الوالي على حين غرة هذا بالجودي راح كمل خدمته ورا في داره ايش تكاين قلت له ودي انا بيدي حكمت الوالي قلت له روح نوريك شوف بعينك قاعد يشوف حياته ما قالوا له ودي واحد الناس قالوا له ودي له هذه الحمله دخلت علينا قلت لهم كان لها حمله ولا شوف بعينك شوف العين ترك السؤال درت له الضوء كيما هاك قال لي في سير الماء فايده كارثه اي بعد ما تفاقنا هذيك البيسين اليومين هذا ما كانش انا باغي نسالك سؤال برك سؤال كاين سر في هذا المشا انا فهمتش انا كاين شغل راني حاسب لي كاين تخوف ولا ما فهمتش انا عادي جدا بيسين خدمتوها ما صالحتش ما كاش مشكل هرس الباسان هذاك وعاود باسان طلعها جديد وصيب وامر بسيط وصيب قعدنا نقعدوا فين من جوي لروك دير لها الكولا دير لها منا دير لها منا دير لها منا وحنا راك تعرفنا باللي متسرعين والثقه ما قعدتش الثقه خدش البلاد هذه كي نبغوا نخدموها يقلك لك الدولة الجديدة على بالك باللي ما تجيش من العدم ولا تجي من تطيح من السماء ولا ما تطيحش من السماء الدولة الجديدة اللي قشارك فيها الشعب فيق الشعب والمواطنين خاطر هما اللي عندهم القيم الرافعة هما اللي حاسين بالمعاناة احنا ما شعب بسيط احنا ما ناش غادي نكذبوا ولا نديروا نلفقوا ولا نشوف فيديوهات وكل شيء قدامك ولكن أني شوفها عيب أنا 25 مليار في إنساك مليار تروحها بها المنصورة 25 مليار تشوفهم باللي عادي جدا متواطئين عليك متواطئين علينا احنا وعادي جدا نفوت ما هضمناهاش والله ما هضمناها شوف لها حل سيد الوالي شوف لها حل على بالك باللي احنا المواطنين أنا كمواطن ما تفوتش علي حاجة كيما هذي والله ما فاتت التاريخ على بالك باللي يذكر غير الناس اللي اشتريكت والناس اللي تخدم صح ما توفقش ما تلقى عراقيل وكل شيء ولكن يشهد لهم التاريخ انهم يخدموا اما الناس اللي تخون ثقة وتخون الامانة وكاع ما يقودوا في لافو بال يذكرهم غير في حاجة برك هي اللي يذكرهم بالمساوئ كيشوفوا عمل كارثي ولا عمل ماهوش مليح يذكروا يقول لك يا والله كي تسمع نوت فامي كذات تقول يا مشي هذاك هذا مكان اما الانسان اللي فيه الخير وكاع يبغي الخير للبلاد ياك يعني. نظن ما يخليش امور كيما هذه تفوت خلاص خاطش الحب تاع اهل البلاد وطنها يعني وامته ولدينا وكل شيء خلاص ما يسمحلاش باه يغمض عين ويحل عين ما يسمحلاش يقول لك ما تفوتش خويا ما تفوتش دروك رو طالع عامين وحاجه وقعدنا قاعدين حنا لابسين محزنون الى مات هذا الشيء من 2018 تغيرت هبالك شونجمون راديكال ومازالنا قاعدين نحفسوا على سراويلنا مازال ما غاديش نقول لك نتمنى ولكن انا نطلبوا باه تريقلوا الوضع هذا هما قالوا لنا قال فتحوا تحقيق رانا هنا دوك نديروا دوك رانا قاعدين نشوف خلاونا احنا مجتمع مدني اوت وخلاو المير اوت على بالك باللي منشأة كيما هذه فيها اللي فويتو كل شيء ورفستها مام كتبوا الوزير بهيد شنو هاكا ما ردشناش كيفاش كانت لا ريسيبسيون كيفاش انت تخرج المقاول منها وتجيب الستاف تاع الدي جي اس تحطها ثما وهي في حالة كارثية كيفاش هنا كاين سر هنا راه كاين السر كي خي تسلموا المشروع لما تكون انجاز 100% ويكون مريقلا وطوب وكل شيء تسلم المشروع ودير لي تيست وكل شيء تجي دشنا سلم المشروع كيف تنفذ الحركه انت قبل 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 لا دير لي تيست وقبل لا نكتشفوا ذي الكارثه تسلم لو كان ما كانش الشعب يعني فاطن يعني وبعض النزهاء يعني والموظفين النزهاء وكل شيء تسلم الكرم فوتوها لنا الكرم صيب كاين خالد سيد الوالي هنا كاين سيد خالد اللي قد تبحث هنا تشوف النهار الخلل وين راه والله سوف اكون لك من الشاكرين اللي حكمت الخلل وسلطت العقوبه على الناس اللي تسبت في هذا الشيء والله يعني صراحه نقولها لك ما قلب سيد الوالي نقولها لك من قلبي والله عباك نفرح لو كان يقول لي راه قبض هذو اللي تسبوا في المنكر هذا
درو لا ريسبسيون توما مازال ما با ما درتوش لي تيست بدي الشناويه ما قاوره من تحت كاين خلل وعليه راني نطلب منك سيد الوالي والله انا مجرد انسان مواطن بسيط ولكن لابد من تنفيذ هذا الحركه واللي هي تحكم هذو اللي راه باينت لهم باللي يخمو كيما هاك باللي الدوله ما عندهاش رجال راه تبان لهم وباين لهم باللي الدوله ما عندهاش رجال وراها باين لهم باللي يا ودي حنا فور وحنا مجاهدين حقيقه. شوف بنفهم انا والله بنفهم شكون اللي دار لهم لا ريسيبسيون خاصه انك توقف والمجلس الولائي واقفين والبلديه والمير واقف يا قلت له يا سيد المير كيف يديروا لا ريسيبسيون ما خبروكش قال لي والله ما خبروني نعيطوا ديريكت للمدير التنفيذي كيف درتوا لا ريسيبسيون كذبوا علينا قلنا تلقاو واحد اخر عاودنا اكدنا عاود قال لك لا درناها بصح نورمال وكذا وفوتوها والله يا سيد الوالي حشمتك بالشهداء راه جاي 1 نوفمبر حشمتك بالشهداء وبالرجال اللي ماتوا وش حشمتك نحشمك بال بشهداء الواجب الوطني حشمتك بذل الشعب المقهور حشمتك بكل شيء تأمن به. شوف لنا المشكلة تاع البي سي على بالك والله ماني برد خاطري لو كان ما يتعاقبوش ما يبرد خاطري والله ما يبرد خاطري لو كان ما يتعاقبوش خاطش هذا هو تخريب أملاك الدولة هذا هو إضعاف أركان الدولة ما لقيتش باش نزيد نعبر لك واش نقول لكم عمل كارثي اللي يخدع بلاده في الأمر البسيط يخدعها في الأمر الكبير اللي يخدع بلاده في الأمر البسيط الصغير الهين تأكد باللي يخدع بلاده في الأمر الكبير اللي يخدع خطرة يخدع زوج ويخدع ثلاثة ويخدع عشرة وكل شيء وعليها سيد الوالي ولاية سعيدة راك جاي جديد وكاع انظر في ذا الأمر بلدية ولد إبراهيم المسبح شبه أولمبي انظر فيه يا ريت انك تعاقب المتسببين يعني في الامر هذا واللي داروا لا ريسيبسيون ونظن المعلومات متاحه بجميع الاسلاك الامنيه راه على بالهم بالبوته راه على بالهم بالبوته ولكن ما عليهم هما الا تبليغ ما عليهم غير التبليغ انت سيد القرار ذم الشعب فرحان مسكين به يوم وكاع والله لا فرحانين هاي جات المشتوى وما كانش والاتهو الامر انا خايفين كيما هكاك ويبلعوها انا غير هكاك ويا ابو سلامه تضرب لنا عام وعامين وتطيح ولا ونقعدوا قاعدين هاك يا ريت سيد الوالي يا ريت انا راني نشوف فيك من التحركات اللي درتها لاباس ما شاء الله راني نشوف فيك شغل كاين هذاك الهيبه تاعها كاين هذاك الهيبه تاع الريسبونسابل تاع المسؤول الهيبه تاع المسؤول جامين جامل جامين جامل ولكن شفت واحد الخطوات راك درتهم يعني صح كاينه واحد الهيبه تاع سكون ابل كادر سوبيريور فليطا اللي يدير العمل الصالح جازيه واللي يفوت على خرج على الطريق قديه الضربه يعرف من الضربه كيما هاك على الاقل الموارد اللي هتوجهها الدوله ما تروحش هباء منثورا ما يخدعوناش في يحشوها لنا يقعدوا يضحكوا علينا والله اللي يضحكوا علينا وفي الاخير دمتم في رعايه الله وحفظه شبيبه طب من خوتي المعجبين ومتابعين انكم تبارطاجيو هذا الفيديو لكي على الاقل نتعظ والمستقبل نخدمه صالح زين للبلاد هذا هو الشيء اللي بغيت نبارطاجيه ربي يحفظكم ودمتم في رعايه الله وحفظه.